مجلس الأمة يشطب استجواب رئيس الحكومة، والغانم يشير إلى سلامة الإجراءات، ونواب يعتبرون شطب تفريغا للأداة الدستورية. خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الإعلامي العربية، وزير الخارجية يعلن البدء في تطبيق اتفاقية مكافحة الإرهاب. الاحتلال يبدأ عقوبته ضد الفلسطينيين، وعباس يعلن أن حكومة الكفاءات خلال أيام. التفجيرات تخرق الصمت الانتخابي بالعراق، والسلطات تغلق المطارات والمنافذ، ونسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 91%. عاصفة من الانتقادات الدولية لأحكام الإعدام بالجملة في مصر، والانتخابات الرئاسية مهددة بالتوقف. قتيلان بتفجير استهدف القوات الخاصة ببنغازي، وعمان توافق على مبادلة سفيرها المختطف بمتطرف ليبي. وكالة الطاقة الذرية تستعد لجولة تفتيشية في إيران، وطهران تكشف أن وفدها التفاوضي يملك خارطة طريق للدخول في الخطوة النهائية لاتفاق جنيف. القوات اليمنية بمساندة القبائل تبدأ حملتها على مسلحي القاعدة في الجنوب، بالتوازي مع اجتماع أصدقاء اليمن في لندن. المزيد من التفاصيل تشاهدونها في نشرة 8:30.